بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا جليلا جلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار عالم الغيب والشهاده وكله تعالى، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصحيح الخلق الخليل من ارسله ربه بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا، فافسح به اعيننا وامنا واذانا وسنه وكله ملكا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والداعين الى دعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله واحبابي في الله، قد استمعنا هذا الكلام الكبير من اجل الكليات من سوره الياسين، والتي بدا الشيخ بقوله تعالى هذا بصائر الناس وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. والايه تشير الى هذا الكتاب والى جانب فيه قد يغيب عن كثير منا، ولقد ساق الله لنا فيه من ايات ما يكفي كل ناظر ليتبصر. وهذا معنى البصائر، ساق الله لنا من ايات ما يكفي لصاحب القلب السليم ان تتحرك جوارحه، ان تتحرك عينه، ان تتحرك اذنه، ان تتحرك قلبه، ان تتحرك طاقاته، ان يعي عن الله مراده. فالرب يشير الى طاقاتنا التي منحناها، وعطائه التي اسبغها علينا، واياته التي ساقها ليرتقي بها او بنا من خلالها. كل هذه المعاني جمعتها الآية، هذا بصائر الناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بصائر للناس ولم يكن للمؤمنين، حتى معنى أن آيات الله ما سيقت ليراها المؤمن وحده، بل لتراها المشركون جميعا. وهذا يستوجب علينا عرض هذا الحق على الخلق لا إخفاء وكتمان. كثير منا يستأثر بنفسه أو لنفسه بالقرآن العظيم، وأجعل لنفسي حظ ويقرأ، وعز أن يفكر أن يعرض هذا الحق على غيره من خلقه. الآية جاءت ليستبصر الجميع وليرى الجميع هذا الحق الذي هو الكنز الرباني العظيم الذي ساقه الله عز وجل للخلق أجمعين. كنز ملئ، مش ملعب، ده جمع كل العلوم، جمع كما بين السابق كل الوان العلوم، كل شتى العلوم، منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم، ومنها ما الله وحده به اعلم. فعلمنا من علوم الكون التي نعلم جانبا منها، علمنا من علوم الوحي التي جاء من الوحي والقسم والبشريه اليها، علمنا من الغيب الذي يعلمه ولا احد من خلقه يعلمه. كل هذا جاء في تفصيل، جاء في هذا القرآن تفصيل. إذا كل هذا بصائر الناس، آيات كافية أن تجعل من لا يرى يرى، ومن لا يعقل يعقل، ومن لا يعي يعي. لكن تعرض العبد الذي لا يسمع الوحي، يستحيل يستجيب، يستحيل إلى أي شيء يستجيب وهو لم يسمع أصلا هذا الحق. بل صرح تعالى بهذا حين قال: إنما يستجيب الذين يسمعون. وإنما في اللغة في الحصر، يبقى لا يستجيب لهذا الحق إلا من سمع. إنما يستجيب الذين يسمعون، الذي أحيى السماء أو حيل بينهم السماء. قال: والموتى يبعثهم الله ثم لا يرجعون. فعد المحروم من السماء بأي سبب كان، عده في عدد الموتى. هو كان موتى، بل شبهه مش بأي موتى، لم يقل موتى، قال الموت عرفها. فهم اشد موات موت القبور، اللي ابى سماع الحق هذا حاله وهذا شأنه. ثم الايه التي بعدها عرجت على معنى خطير جدا، طبعا خلاف انه هو
هدى ورحمة. ولما نقول هدى مش هدى بس، لا، ده ما ترك الله فيه باب هداية إلا بيّن، ما ترك سبب الهداية إلا بيّن. ولذلك حصل وقصر في حق الهداية، فقال قل إن الهدى هدى الله، وقل إن هدى الله هو الهدى، فجعل كل ما في الكون هدى، وبيّن أنه جمع فيه كل أسباب الهدى. ما أحد بعد قراءة القرآن له عذر، قل أو كثر. إذا ندرك هذا المعنى، وهدى ورحمة. أما الرحمة في حد ذاتها ولا حرج، فإن لم يكن كتاب ربنا هو رحمة رب العباد فأين الرحمة إذن؟ أعظم الرحمة ساقها الله في هذا الوحي، في هذا الوحي. بل بين أن من سلك سبيلا كافر سلوكه هذا السبيل أن يرتقب رحماته ليسمع على الخلق جميعا، البشرية كلها قلنا، بل الخلائق كلها الإنس والجن والحيوانات والدواب وزع بينها قسم واحد من أقسام الرحمة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الله تعالى قسم الرحمة 100 جزء، 100 جزء جعل منها جزء بين الخلائق به تتراحم، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ابنها من هذا الجزء من الرحمة. تخيل كل البشرية بل كل الخلائق تجتمع في غسل. المؤمن لوحده يمن الله عليه بمنة لا توصف، حين يقول تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. كفلين نصيبين، مش نصيب واحد، كفلين من رحمته، واجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم، هذا معنى خطير جدا يا اخواني، معنى خطير جدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة عمت، كتلة من الرحمة، كتلة من الرحمة، هذا معنى خطير جدا. رحمة للعالمين يؤتكم كفلان من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ولذلك حتى، وأي رحمة أعظم من أن حتى الشرائع التي يقوم بها العبد هذا من شأنها. أشد تشريع على الناس القتال، لما يقاتل المسلم حبا في القتال؟ لا، رحمة بالعباد، يضحي بنفسه ويعرض القتل نفسه ليرحم العباد، لينقذ العباد من النار، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. أي تشريع أعظم من هذا التشريع الذي يفعل يعني صفوة الخلق وأسمى العباد وأكرم العباد وأهل الطاعة الإيمان، يضحوا بأرواحهم إنقاذا لعباد الله. إنقاذا لمن؟ إنقاذا للكفر الكفر، أيوة، لأسوأ الناس، لأسفل الناس، ليرتقي بهم. أي رحمة أعظم من هذا رحمة خير. إنسان ضحي بحاله وماله من أجل إنسان، من أجل إنسان يرحم ومن نار ينقذ، هذا معنى خطير جدا جدا. والناس عندهم غيبة وصوروا لنا على ان اللي جهد اللي يؤخذ العباد ده وحش ومعتدي وارهابي. مصائب وقعت، مصائب وقعت وكوارث تشويش جدا. الرحمة لما تصل لهذا الحد، يعني رحمة الله الشاعر يعني لما حارب في وسط النبي صلى الله عليه وسلم قال فلئن رحمت فانت ام الرحمة، مش الخلق الرحمة قصيده يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقل فلئن رحمت فانت ام الرحمة، هذان في الدنيا هما الرحماء. فالحقيقه يعني لي عليه ماخذ كبير، شبه رحمه النبي برحمه ابويه والمفروض عكس، اين رحمه النبوي برحمه سيد الخلق؟ أين رحمتهم رحمة؟ ورحمة الأول حصلت ولده، ورحمة سيد الخلق عامة الخلائق، الإنس والجن والحيوان والطير كله. إذا ندرك لما يرى جمل صاحبه يعذبه، أول مرة لما يسألك يشكو إليه ظلم صاحبه، فيدافع النبي عنه ووجهه يقول له اتق الله في جمل، يشكو إليك إليه سوءا
أفعالك شو هم عملتك. بل لما أخرج مع الصحابة في رحلة وفجأ بطائر يصرخ، فقال من روع هذا الطائر بأخذ أفراخه باللي اعتدى عليه، ما مش كده من الخير حد أخذ أولاده. قال فلم يصرخ، قال رد علي أفراخه، رد علي أنثى أفراخها ولدها. وعد هذا ترويع لها الاعتداء على أولادها. الرحمة إلى أي مدى وصلت؟ إلى أي مدى وصلت؟ مع أن الله أحل لنا الذبائح أحلها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الرحمة حتى في الذبح. قال لقد كتب الله الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسن الذبح، أحسنوه. ومن إحسانه علمنا أن لا تذبح ذبيحة أمام أختها تنظر، تنظر، لأن هذا مفزع لها جدا، مرور. فنهى أن تذبح ذبيحة أمام أختها. يا واحد فكر في الكلام ده والأخ حد بالي يتخذ بالفاد برحمة. معاني خطيرة جدا إخواني، والناس عنها في غيبة قاتلة. هذا بصائر الناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم عقب على هذه الآية تعقيب عجيب، قال أم حسب الذين اجتمعوا السيئات، هل فكر العصر بالله ولم يلتزم بوحيه أن يسوي له بينه وبين ما أطاع؟ اللي أطاع وعرف الحق وسمع الحق وقرأ الحق لا شك نال تبصر، لا شك وصل لغاية الهداية، لا شك وصل لقمة الرحمة. هل تصورت أن الإنسان يصل لما وصل إليه المؤمن وهو صاحب معاصي ومعاصيه عن هذا الخير الحجيم؟ إذا وصلت على استحالة، استحالة الرحمن يسوي بين ما أطاع وما عصى. فكيف بمن آمن وكفر؟ هنا حديث عن أهل الإيمان إذا اختلفوا في الطاعات، أحدهم أطاع والآخر عصى. في الآية الأخرى بين العموم، قال أفلا نجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لك كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ استحالة، استحالة يسوي بينهم، لا في الحياة ولا بعد الممات، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهنا ينزل إلى حد من نفسه لا يسوي بين من أطاع منه ومن عصى. إذا يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، أي سواء بسواء محياهم مماتهم. هل فكر أن يسوي بينهم في الحياة أو عند الممات أو بعد الممات؟ استحالة، استحالة. فلا شك أن عطاء الله للمؤمنين لا تحصر في حياته وعند مماته وبعد مماته. هذه العطايا وهذه الأفضال من الله عز وجل لأهل الإيمان لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن، ولن ينالها عاصي. المعصية بتحجب اسم الخير، تحجب اسم الخير. ورحمة الله المبارك لما قال رأيت الذنوب تميت القلوب، القلب الحي النابض العامل المالك المتحكم في الجوارح اللي يرتقي بنفسه وطاقات المحكمة كل الطاقات اللي حوله، الذنوب تقتل تدمر. رأيت الذنوب تميت القلوب، نص الحديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير الأول منعودا، فأيما قلب تشربها ضعف أمامها نكتت فيه نكتة سوداء دمرت مرزقه فيه، نكتة سوداء. بل قال في الأخرى كلا بل ران على قلوب ما كانوا يسلمون، الذنوب نكتة وراء نكتة حتى تجعل غلاف على القلب لا يكاد يقوى ولا يتحرك، لا يكاد يوجه جارح من الجوارح للحق والخير. ندرك لن يسوي الله بين من أطاع ومن عصى. المعصية حرمان. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فتح الله عليه فتح عجيب جدا، كان إذا خرج صفحة أهل يحفظها، فكان حتى تمسح الكتاب إذا فتح الكتاب يغطي صفحة ويقرأ إسلامي عشان ما يحفظش الكتاب مع بعض من شدة الحفظ. لغاية ما في مرة راح يزور إمامه يعني تعلم منه وكيع من جراح، ففي الطريق حصل موقف لما وصل الإمام الشافعي نسي شيء من أحد، فوكيع من جراح فطن قال يا شافعي لقد أذنبت اليوم، لا
تنسى العلم إلا بذنب، إلا بذنب معصوم. قال صدقت، كنت أسير في الطريق وكانت تسير أمام امرأة فرفع الهواء ثوبها فرأيت قدمها، شاف كعبها، نسى العلم. عرفت ان احنا بننسى؟ قدمها بس. وانشد يقول شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ونور الله لا يهدى لعاصي. عايزين الانسان يعصي ربنا يبارك له في علمه، يبارك له في عطائه، في جهده، في عبادته. ندرك هذا معنى يا اخواني، خطير جدا جدا جدا. المسلم مطالب ان يتنبه له. رايت الذنوب عبارة مبارك تميت القلوب، وقد يورث الذل ادمانها لما تضعف امامها هتدمن الذنوب. رايت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل ادمانها، وترك الذنوب حياه القلوب، وخير النفس كعصيانها، وخير النفس كعصيانها. اذا ندرك هذه المعاني، السلف عاشوها وعوها حتى تميزوا وتفردوا في عطائه. الذنوب لها اثر، يرى في العينين، يرى في نظره الانسان، يرى في تصرفات الانسان، يرى في كلمات الانسان. وتقول انصى لهذا، قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي اقترفوا المعاصي والذنوب، أن نجعلهم كالذين آمنوا الصالحات. وفي الأخرى يقول: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. يعني فكر القلب المريض ده بسبب المعاصي والذنوب، ربنا يسيبه على حاله، يقطع الناس ويتكلم كلام حلو قدام الناس؟ لا، هيخلي لسانه لا يستقيم. ما في كلمة طلع مظبوطة. لسانه أيوه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. كم وقت نكتبك على جبههم ما في قلوب أمر. هذا كذاب، هذا أفاك، هذا منافق، هذا مرائي. وضحت؟ لا، لم نكتب، لكن هنعوضك بإيه؟ قال: ولا تعرفن في لحم خبر. أول ملح أنت تعرف كلام تعرفنهم بلم التوكيد نون التوكيد، ولا تعرفنهم في لحن القول، يقين هتعرف اول ما لحن تعرف. اخوه يوسف دول اولاد نبي اخوان، لما اخطوا في حق يوسف وتامر عليهم ذلك والقوه في البئر، وجاء مصر على ابوه انه يعني ازاي بقى، يقول تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. كم واحد أخوان؟ 11. ها؟ 11. اللي بقى 10. من أمر على يوسف وأخوه، ودول 12. 10 كلهم يمثل بكاء، مش واحدة من اثنين، كلهم بكوا. لذا الآية جمعت: وجاءوا أباهم عشاء، مش بكين يعني مثلوا أم ندخله، لا، ده مستمرين بكين والدمى مغرقاهم، ها، ومستمرين في البكاء، يكون في مضارع، يفيد الاستمرارية، شغالين في البكاء، عاملينها من دم، وهم عارفين جاي معنا. وجاء وأبى عشان يكون، قال: يا أبانا، البكاء تمثيلية كبيرة، تخيل على أي واحد، ها، وجاء وأبى عشان يكون. قال: يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. كل ده فيلم، وفيلم مصنوع، ها؟ فأكله الذئب. لو وقف عند هذا الحد مع البكاء والتمثيلية كان ممكن يصدق، لكن المرتاب عارف المرتاب، والمريض في قلبه عارف المريض، فعايز يبرر ما فعل، فيلوش في كلامه. عارف يلوش؟ لازم يتكعب، وربنا يكعبه. هو ده معنى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يعني ألا يخرج الله أضغانهم ولو بشاء فعرفتهم ولا تعرفن في الحقوق، ولا تعرفن في لحن قولي. هيلخبط لوش لو وقف عند هذا الحد كان بيصدق. قال: وما أنت بمؤمن لنا.
مش هتأمن لي أبدا الآن ولا تصدقني أبدا ولو كنا صادقين. ولو كنا صادقين دي تدل أنهم صادقين؟ لا هي التلويشة دي. وما أنت مؤمن لنا تدل على أن هذه مؤامرة. ولو كنا صادقين فضحته. خلي بالك هم الذين وقعت معهم وقع الأخرى مع أخيه من النبي. لكن حصل موقف أخوه الكبير رفض ابنه وقال لن أبرح الأرض مش هسيب مكانها حتى يحكم الله لي حتى إذن أبي أحكم لي لغير ما هو سمعت يا رب من أحكم بعدي. ثم قال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. خلي بالك لما كان عايزين ياخذوه قالوا أخانا، لكن لما كانت صفة السرقة وعايزين تبرروا من فعله برضه سؤال أخانا قالوا ابنك. إن ابنك سرق. إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علم. أو الحجة ما شهدنا إلا بما علم. كلام واضح جدا. وما كنا الغيب حافظين. كناش نعرف غيبنا ابنك جسد. ها؟ عايز تتأكد؟ واسأل القرية التي كنا فيها. والعيرة التي أقبلنا فيها. وإنا لصادقون. تستوي العبرة دي مع الأولى؟ استحالة. استحالة يا أخويا. دي عبارة صدق في الموضوع هذا. لكن الأولى عبارة مريض القلب التي ارتاب صاحبها فأبى الله إلا أن يحمله على لحن القول. ولذلك سيدنا يعقوب أول ما سمع كلمتين ولو كنا صادقين وبعدين مش تلوش بس في القول حتى في الفعل. طب لو وش في الكلام؟ اتلوش في الفعل ليه؟ ما سكتوش. أنا جابوا له القميص بتاعه عشان يتأكدوا إن أكلوا زين وحطهم على دم. القميص سليم ما تقطعش. فأول ما ولذا يقول وجاءوا على قميصه بدم كذب. فورا سيدنا يعقوب ده نبي قال بل سموا لكم أنفسكم أمرا. دي مؤامرة. سرقت عليكم أنفسكم يقينا. أي ذئب ده؟ هو عاقل ها؟ خلى سيدنا يوسف في الصيام الأول قبل ما ياكل وكان على الصيام. ما خطفوش بعيد عن الصيام. ما شاء الله. ده ذئب ها؟ متمدن قوي يعني. ماشي ده. الشوكة والسكينة. بالشوكة والسكينة. فإذا ندرك يكاد المريب أن يقول خذوني. ندرك هذا المعنى. فيش نزاع أن الله يستحيل يسوي بين الطائع والعاصي في كل شيء. إذا قال سواء محياهم طوال حاجة في كل أقوالهم أفعالهم تحركاتهم لن يستوي أن الطاعة المعصية. أنت نفسك إذا غلبت عليك المعصية هتجد كسل في عبادتك، كسل في قراءتك، إعراض عن القرآن، إعراض عن الطاعات، إعراض عن مدارس الصالحين، هتلاقي كلام حواليك مين؟ ها؟ المنخلق والمركوزة المتردية والنطيحة ومكر السبع. حال الطاعة لن تقبل يسمعنا. لن تقبل يسمعنا. إذا ندرك هذا معنى. معنى خطير. أم حسب الذين يشتغلوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا بالصالحات سواء محياهم محياهم ومماتهم. لما نقول محياهم عن طول حاجة. وفي لحظة في كل لحظة. تفرق كتير جدا. واضح معايا؟ ومماتهم عند الموت. ودي أخطر قضية في حياتنا يا إخواننا. ليه؟ لأن هذه اللي يترتب عليها أحكام القيام كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بخواتيمها وإنما الحصر إنما تفيد الحصر. يعني ليس للأعمال وصف غير أنها تقدر بخواتيمها. اللي ثبت على الحق في آخر لحظة سلم للأبد. واللي حرم التثبيت في آخر لحظة عذب للأبد. لذا يقول تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
هذا التثبيت، هذا التوفيق بالتثبيت، توفيق من الله. التثبيت ماشي بمساعدتك ولا بشطارتك، بتوفيق الله. اللي غلبت عليه المعاصي كيف أأمن جانب نفسه أن لا زير عند موت خلق؟ بل هذه الآية ارتبطت بقول الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولم فسرها تفسير عجيب، أن العبد إذا كان عند الموت والاحتضار يأتيه رجل في صورة أبيه، وشيطان يأتيه في صورة أبيه يقول له: أشرحت من أجلك وأنفقت مالا من أجلك، فأنا أقول مت على دين اليهود فهو خير دين. قال النبي: فإن كان مؤمنا قال لا إله إلا الله، وإن كان غير ذلك زاغ قلبه. ثم أتي شيطان آخر في صورة الأم عليه السلام تقول له: أنا أم، إن بطني كان لك وعاء، وثدي كان لك سخاء، ورحمي كان لك غطاء، فمت على دين النصارى فهو خير دين. إن كان مؤمنا قال لا إله إلا الله، وإن كان غير ذلك زاغ قلبه. معاني خطيرة جدا جدا. من يثبت في هذه اللحظة؟ من ثبته الله؟ من ثبته الله؟ كيف أأمن العاصي أن يسلم عند الموت؟ أنا رأيت بعين الأخ الفاضل يحتضن لحظات الموت، ينظر يمين يقول لا إله إلا الله، ينظر يسار يقول لا إله إلا الله، بشكل عجيب مش مرة، مرات يرددها. ليه؟ لأن في اللحظات دي الملائكة تنزل: إن كان مؤمن تثبته، فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا. تثبيت عجيب يساندوا. بل يحضرني الله يرحمه رحمة الناس المحامي كان دافع عنه الدكتور رحمه الدور، يعني يوم وفاته كانت آية: أنا بتصبين من بعد ما بلغني خبر. قال لي: لا تحزن، إحنا مطمئن القلب. قال لي: قبل لحظة احتضاري اتصل بي، فنزلت في الدور الثاني فوق أبوه، قال لي: إيه تشاهد على أبوه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. هذا رجل ظل أسد يدافع عن الإسلام لآخر نفس عمره، ويدافع مش مدافع عليه، لا، ده أسد، أسد بطل في كل القضايا اللي فيها مساس من الإسلام. كان يتطوع بدون ما يأخذ أجره، هو رجل أستاذ جامعة، ليدافع عن دين الله وعن أهله، يرفض تماما وهو دافع عن الإسلام يأخذ حتى جنيه واحد. فيقول: فلما لقيت عملي تشاهد باستمرار، قلت له: يا ابني انت بخير الحمد لله بصحه جيده، ربنا يبارك في عمرك ويبارك في صحتك ويكثر عطائك. قال: فالححت عليه في الكلام، اكثرت. فقال لي: يا ابني لا تكثر علي، انا الان ارى الملائكه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وفضل انا الان ارى الملائكه، مش اخواني الانسان بيعيشه. الله يرحمه شيخنا الشيخ حسن يوسف، اخر لقاء بيننا بينه كان معي ابن عبد الرحمن، جلسنا الجلسه كلها يحدثنا كيف يعيش العبد مع الملائكه. ابن عبد الرحمن الصغير نظر قال لي: يا ابو الحلوه، قال لي: عم الشيخ يصف ما يرى، يصف ما يرى. دخلنا يعني مشاهد قولي بس. فلما مات فوجئت بسبب رساله وصيه انها لا تصل، اتصل بي سافرت اليه فاراد لها ايتين من اياته. الشيخ الله يرحمه في اخر زياره زرنا فيها وقبلها كم زياره فوجئت اني بعض الشعر الشرايين بتاع التدليل كل شويه يحصل لها نوع من الانفجار، فتلاقي
رجله ساقين أصبحت عبارة عن دماء من داخل صدر كأنها الفحمة. لحظة ما زهت أسر أرفع الثوب عن الساقين وجدتها عادت بيضاء كاللبن. قلت هذه آية. بعد ما غسلت الغسل الأول والثاني كان معايا الله رحمه الله يحفظه بقى الدكتور جمع بالي وأنا بصور المي وأنا غسل. الغسل الثالث من الصدر غسلت رأسا ووضعتها على الطول على قفا وليت الجهل منه عشان أغسل جنبها وإذا برأت استميل على جهتي فتح عيني ونظراته في عيني وابتسمت سمع لي دخلنا. أنا وجدت قلبي طالع نازل منظر حقيقة يعني عجيب ما رأيت في حياتي. فأنا نظراته نظرات ينظر لي ابتسم وميت. فأنا قبلت من عين وقلت لأنك توترني غلبتني عباراتي لكن المنظر الحقيقة كان شديد على قلب المسلم. سبلت عيني سبلت حاولت أن أغلق فمي عن الابتسامة العريضة ما استطعت. قلت يعني أراد الله لك أن تلقاه مبتسما وأنا سأكفنك على هذا. خلصت غسل كفنته والابتسامة على وجهي. أنا أحكي هذا حتى ندرك يا أخوانا تثبيت الله فضل فضل الله بالمزاج بالمزاج وتوفيق. فالمسلم مطالب ان يعي هذا المعنى الخطير جدا. التثبيت عند الموت قضيه في منتهى الخطوره في منتهى الخطوره ولن يسوي الله فيها بين من اطاعه وبين عصاه. والايه تدل على هذا. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين يعملون الصالحات سواء أي سواء بسواء محياهم ومماتهم. اللي فكر هذا التفكير قال عنه تعالى ساء ما يحكمون. ساء من يحكم على المؤمن الطائع أن يسوي الله بين من عاصي. فكيف يسوي الله بين المؤمن العاصي والكافر؟ كيف يسوي بين الصالح والطالح؟ كيف يسوي بين التقي والفاجر؟ كيف يسوي بين المؤمن والمجرم؟ والنصوص جاءت بهذا كثير. حتى ندرك هذا المعنى الخطير. ثم عقب تعالى فقال وخلق الله السماوات والارض بالحق. افهم خلق الملك ما خلق عبث ولا باطل ولا سخر الله الخلق لنا باطل. وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت أي بالذي كسبت. لا إله إلا الله. فما هنا اسم وصول بالذي كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت. وهم لا ظنوا ما في حد مسلم. فالجزاء بعملك. يا ترى أعمالنا تؤهلنا رضاك تؤهلنا رضاك. الصحابة لما علموا أن رضاه غاية ما ناموا ليلة بل قاموا الليلة ينشدون الرضا يطلبون الرضا حتى صغت قلوبهم لله عز وجل. يقول أحد ابن عباس كان ابن عباس إذا أرخى الليل شدولا وسد رجال بالليل بس يبدا يشتغل الساعة 10 12 بالليل وسد ويناشد ربه يقول ربي سكن كل حبيب لحبيبه. الناس نامت والأزواج في عالم تاني. سكن كل حبيب لحبيبه وجئت إليك فأنت وحدك حبيبي. أنت وحدك حبيبي ما في
محمد عليه، لا زوج لا أولاد لا مال لا دنيا. وقت الأنس إذا قال الليل أنس به، هذا معاذ بن جبل كان إذا سمع الصاحي وسمع تديك بس أم تديك وسمع كان في منتهى النشاط وقوة له لقاء مع ربه. يقول ربي غارت النجوم وهدأت العيون ولم يبق لي إلا أنت وأنت الحي القيوم. كيف أنشر ربي؟ كيف أنشر ربي؟ فوجدوا السلوى واللذة والراحة والسكينة في الركوب إليه، في الوقوف بين يديه. السلوى الأخرية التي عاشوها النبي قبلهم لما يقول وجعلت قرة عين يوسف، أي شيء يحزن إن صلى ذهب حزنه وقرت بهذه صلاة عين، لما قرة عينه. أي شيء يشغل باله تقر عينه بصلاة. وده معنى خطير يا إخواني جدا جدا، وجعلت قرة عيني في الصلاة. بل السيدة عائشة تصرح تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر أي حاجة حسنته فزع للصلاة، فزع مش انتظر، فزع للصلاة، لأن قرت عينه مع ربي في طاعة يرجو بها رضاه. سامحوني لو كل واحد يعود نفسه أخطأت قم صل ركعتين توبة لله عز وجل، أنت نفسك ستجد فيها ما يذهب عنك حزنك وهمك وغمك. في نفس الوقت تأمل بهذه الطاعة أن يمحو الله ذلتك، أن لا يعاقبك بمعصيتك، هذه معنى خطير جدا. فزع إلى الصلاة. رب العباد يقول في القرآن نصا وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكر، مجرد مس الشيطان بمعصية من غيرها تذكر فورا، تذكر يعني وعى وعمل اشتغل فورا، عاد فورا لرب، استغفر تاب صلى عبد قدم طاعة تصدق عشان يكفر عن ذنبه فورا فورا. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيب، الشيطان عمال يخدعوا يقول طب بكره طب بعده طب خلي التوبه السنه الجايه طب لما تكبر طب لما تطلع معاش لما تتجوز كل سنه طيب. وإخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يكسرون لا ينتهي المعاصي لا توقف عنها، هذه معاني خطيره جدا يا إخواني. إذا كنت خلق نصرة الرب الحق ولا تجزى كل نفس بما كسبت وهم يظلمون. ثم يتحجب تعالى سوء التعجب يقول أفرأيت، استفهام للتعجب، أفرأيت من اتخذ إله هواه. تخيل الإنسان رب العباد خلقه بالحق وخلق كل ما حوله بالحق ويدع تأليه الله ويؤل هواه مزاجه. بعدين مش واحد عادي، ده واحد متعلم وتعليم عالي ويبقى واخد كمان الدكتوراه والاستاذيه. افرايت من اتخذ الهه هواه، قدس وعظم الهه حتى جعله المتحكم في كل اقواله وافعاله. ماذا يصنع له هواه غدا؟ يثبته الحق، يهدي له رشد، يكرم به في الدنيا وفي الآخرة. معنى خطير جدا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه قل وأضله الله على علم، على علم تعلم وقرأ واطلع وبحث وفي الدنيا لم تسمع كلامه كما جاء في الآية الأخرى والناس ما يعجبك قوله في حياة الدنيا، تسمع كلامه في الدنيا أستاذ ويشهد الله على ما في قلبه وهو رد الخصام. أي لله ورسوله ردين أولئك، عدو لله عدو لأولئك
يعني حتى بحثه وتعلمه عشان يعادل له عدل سوء عدل ليه مصيبة كده جدا. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه. إيه معنى ختم على سمعه وقلبه؟ عقوبة. سمعه أغلق وصم يسمع كل شيء إلا كلام ما ليس كلام الشيطان. ينفر منه. يسمع كل الحق وينفر من سماع الحق. سماع الحق شغل يقول إيه؟ مش طايق يسمعه. مش طايق يسمعه. سماع حديث مش طايق يسمعه. لا عايز يسمع حق ولا يسمع خير. لا شغل له أغنية سمعها مليار مرة عايز يسمعها مليار واحد. ويددل ويرقص كمان ها ما شاء الله يعيش معها ما شاء الله لا اله الا الله. وختم على سمعه وقلبه فلا اذن تسمع ولو سمعت فالقلب اصم لا يعي شيئا من الاسم. وختم على سمعه وقلبه بس الله وجعل على بصره غشاوه لا يرى من الخير خير ولا يرى من الحق حق. وصل معنى يسلب الله منه قوت سمعه وقوت قلبه وقوت بصره ساعة سماع الحق. سيدنا زكريا لما طلب آية ربنا سلب منه قوت لسانه إن تكلم كلام العادي إن ذكر الله يبطل لسانه إن حاول يتكلم ولا حرف يطلع. إن أهل الطاعة هكذا سيدنا أبو بكر كان يتذوق الحلال بالحرام لسانه يحس بالحلال ويحس بالحرام. لما كان يوما صائما وطلب من خادم أن يأتيه باللبن فذهب يحلب شيخ أبو بكر الجبال أبو بكر خلف المسلمين فوجد الراعي تأخر خاف يتأخر سيدنا أبو بكر فحلب شيخ الصدقة الزكاة وجابها سيدنا أبو بكر لفظ هذا السلام سأل من جئت به حكم. إذا ندرك الإنسان تذوق أيوة يا أخوانا هذه معاني خطيرة جدا. الإنسان إذا صدق مع الله عز وجل عصمه وصرف الشر عنه من حيث لا يحتسب من حيث لا مكسبه. ده اللي خلى الصحابة يعني في ولبس عايشين بالحلال عايشين بالحلال لا يشتهوا بالحلال يفكروا في الحلال. إذا وجد شبهة في الحلال نفضوا. يقول أبو هريرة كل الصحابة ندع الحلال هل خلص اتفق عليه مخافة السقوط في الحرام مخافة السقوط في الحرام. أبو حنيفة كان تاجر كبير رغم أنه تاجر ملابس فوجد ثوبا معيبا وهو طالع يسافر فوصى شريكه في المحل أو العام عنه قال له إن بعت هذا الثوب فأخبر صاحبه بعيبا قال الشيخ قدره على حاله سافر رجع قال له ما صنعت في الثوب قال له نسيت ان اخبر من اشتراه بعيد. قال بكم بعت في هذا اليوم؟ قال له مبلغ كذا. قال كلها لله. لا زاد منها درع. يدور يا اخوان. يدور. وصل حد ايه؟ الامام احمد كان له دين عند رجل. رايح مقاطع المسجد اعطاه موعد لسداد الدين. فوصل داره. وكان الموعد ساعة صغيرة طرق الباب وانطلق وخف الشمس فتلميذه يقول يا إمام هذه شجرة نجلس تحت ظلها. قال هذه الشجرة ملك لمن عليه الدين ووالله إني لا أخشى أن يكون انتفاعي بظل شجرتي ربا على مالي.
أخشى أن يكون انتفاعي بالظل شجرته لبن على ماله، مش يبقى ليه دين ويروح يسلام ويقول للدوك عايز يصبره ويصبر عليه شوية يعمل له عزومة وتكلف ومبسوط أكل أكلة حلوة على قفا الدين ما عرفش إن هذا ربا. ربا على ماله. لما صحت القلوب فرت من المعاصي والذنوب نفوس ما طاقتها. لما علت الذنوب القلوب كانت هذه النتيجه. افرايت من اتخذ الهوى واضل امره على علم وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوه فمن يهديهم بعد الله افلا تذكرون. افلا تذكرون. ثم عرض الصورة حقيقة لقضية كبيرة جدا، قضية إنكار البعث. أي فاسد لا يود القيامة فعايز يستحل ما فعل فينكر البعث. ينكر البعث. لكن حتى إنكار نفسه لا تساوم من فيه الموت وفي البعث. الفرعنة كانوا كفار وشركوا بالله وعبدوا فرعون وكان عندهم اعتقاد ان في بعث وحساب. في بعث وحساب وذلك في رسوماتهم على الجدران رسموا الميزان بتاع القيامة والحساب والقصص من الظالمين. بل اشد من مات منهم عشان يبعث فيعملوا ايه؟ يحطوا الاكل بجواله. اكتشف بعض مخابر المصريين عسل نحل عمره اكثر من 3000 عام ومازال سليم. مازال سليم. كل عناصر الغذائيه لم تتغير لولا بس الوجه. لكن كل عناصر الغذائيه كما هي. العسل ربنا مديله يعني منحه خاصه. الطعام الوحيد اللي ما فيهوش نقطه بخار ولا ميه. نسبه تركيزه 100%. والتركيز العالي دي لا تجعل اي مكروبه يفرسله العيش في العسل. نهائي. بل الله يرحمه الدكتور صالح استاذ الجاليه يعني كان عامل بحث في السبعينات. قال لك هو اللي قال الكلام ده. قال اكتشفت ان العسل نسبه تركيزه 100% لا يحتمل مكروب عيش داخله. قال فحاولت اعالج مجموعه من المرضى عندي بالعسل. اكتشفت ان 600 مرض جلدي علاج أدهن العسل. أدهن العسل وأقعد أحلل. قال ما شفت مكروب نما ولا مكروب في الجلد قائم. والدهن عسل عاش. العسل كافي دمره. يقتله. يدخل المعدة يطهرها. خد لك معلقة عسل كوباية ماء دافع عريق هتطهر لك أي خبث من عندك بالأمانة. شيء عجيب. وضع العسل مع شمس لما يجي يروح سيدنا مخيم لا اكل بل وضعوا ذهبه وحليه والمعادن النفيسه تحت راسه عشان لما يروح سيدنا مخيم معاه فلوس يعرف يشتري. فان اعتقد هذا اكثر خلق الله كيف يرتاب المسلم؟ وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. دي شغل الفلسفه ومش عايز يثبت ان في رب ولا في بعث. فيقول لك لا انا الموت والطبيعه الدهر الزمان من اللي خلقك انا بالطبيعه. طب ايه الطبيعه دي؟ الطبيعه خلقت. يستحي ان ينسب الخلق والاماده لله وينسبها لبعض المخلوقات. وده في حد ذاته ابو الكفر مش كفر بس ابو الكفر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان لا ينسب شيء لغير الله ولو خلق. الحديث صحيح ثابت يقول ابو هريره اصبحنا ذات ليله مطيره العرش فلما صلى الصبح قال صلى الله عليه وسلم اتدرون ماذا قال ربكم الليله؟
قالوا الله سبحانه. قال ربكم الليلة قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما الذي أصبح يقول مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي كافر متوفر، ومن أصبح يقول مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، النوء الفلانية والنوء الفلانية، فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. اللي نسب الأسباب لغير مسببها عد هذا نوع من الكفر والإنكار. البداية من النوع الفلانية والنوع الفلانية ورايح الخمسينية ورايح السبعينية، هو ده الجريمة. لا، ما حرك الإحوال ولا أنزل الغيث غيره ولا حرك الخلق غيره. ولقول ابن عباس من قال لولا صياح أو الزلة لصرخنا، أو لولا نباح الكلاب لصرخنا، فهذا قد أشرك بهذا الكلام. من الذي جعل الأوز يسمع صوت الحرامي؟ الله. من الذي أيقظه عند السماء؟ الله. من الذي حمله على الصياح عندما سمع؟ الله. من الذي أسمعك صياحك؟ الله. من الذي أيقظك عند السماء؟ الله. من الذي نبهك؟ الله. فكيف ينسب هذا كله للغيب؟ وضحت المعنى دي؟ خطيرة، خطيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشرك في أمتي أخفى من دب النار، أخفى من دب النار. حتى نتنبه لهذا معنى خطيرة. نسبة الأمر للدهر، للطبيعة، للنوة، للأخباء، للعداد، للأعراف، هذه كارثة. وللأسف الشديد أنها صارت مستحكمة في الناس وفي حياة الناس. كارثة. إن هي إلا حياتنا في الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدهر. الدهر يهلك. الزمن يهلك. وده اللي بيوصل الإنسان إن ممكن لما يلاقي في الدهر أخضر على غير هوى يسد الدهر أو الدهر. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم فيما ربها من رب العزة لا تسبوا الدهر فإنني أنا الدهر أقلب إلى الدهر. أنتم تسبوا الزمان وأنتم عايزين تسبوا رب العباد، فمش قادر تسبوا تسبوا الزمان. سب الزمان سب العباد الذي غير الدهر الذي عايز أخضر العباد. أنت عايز تسبوا عشان أخضر حسب حادث ذلك فتسبوا الدهر. أنت من حيث لا تحتسب سببت ربك. لا تسبوا الدهر فإنني أنا الدهر أقلب إليه. وهنا نسب هذا الأمر الإحياء والإماتة للدهر. وقال ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الدهر. الدهر لا يحيكم، الدهر لا أمامك. لا تأتي حتى نتعلم هذا الدرس الخطير الخطير. والعمل الآن يطنطن عليه كل الملاحدة في كل وسائل الإعلام. الطبيعة، الطبيعة والدهر والزمان. فأنسبوا كل الأسباب لغير مسبب الأسباب. ويقدسوا كل شيء إلا من ليس كمثل شيء. ويؤلهوا كل شيء إلا من ليس كمثل شيء. يؤله الهوى، يؤله الطبيعة، يؤله الزمان، ولا يؤله الواحد. عيب عندهم تأليه الله، يعتبروا ده تخلف ورجعية. وقالوا هذا بألسنتهم الأسرة كلام في الموضوع ده تخلف ورجعية، ده كان زمان. طب ايه الجديد يعني؟ ايه الحلو عندك؟ الطبيعة. ها؟ أرحام تدفع وأرض تبنى. الطبيعة. النسوان هم اللي يولدوا ده طبيعي، والأرض تاكلنا طبيعي، والموت طبيعي، طبيعي. ايه الطبيعي ده؟ وما هي الطبيعة أن تتحكم في كل خلق؟ جعلتم الطبيعة إله من دون الناس وهي مخلوقة من خلق الله. وغيرهم جعل البشر نسب لحياة المادة البشر. مش كده ليه؟ ها؟ وقالوا هو الله أو ابن الإله. قالوا هذا عن بشر. مش في جيل، في أجيال. مش في أمة، في أمم. جعلوا شيخا من الله، جعلوا مسيحا من الله، جعلوا عزيزا من الله، وغيره. وغيره.
ومنهم جعله ولدا. ها؟ ما كانش شيفا يبقى أبوه برهم. الأب والابن والقدس مشي. كل الكلام ده الناس وقعت فيه من حيث لا تحتسب. الآن لا تعطينا هذا الدرس العملي حتى نتجنب كل كلمة فيها شبهة شرك. كل كلمة. لما يأتي أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ما شاء الله وشئت. مشيئة بتاعت ربنا وأنت شئت برضه معاك. غضب النبي غضب شديد. قال أتجعلني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ما شاء الله وحده. أغلبنا رد الكلمة دي. يقول له ما شاء الله وشئت. إلا ربنا أراد واللي أنت أردت. لا ربنا أراد بس. أنا إرادتي مخلوق بإرادة الله. ومشيئتي مخلوق بمشيئة الله. وما تشاءون إلا إن شاء الله. إن الله كان عليم حكيم. إذا ندرك هذه المعاني. هذه الكلمات يا إخواننا في منتهى الخطورة والناس تقع فيها من حيث لا تحتسب. لأن أصبحت عادات والناس يرددونها بلا وعي. بلا وعي. وقال كل إلهات الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الدهر. وما لهم بذلك من علم. ما لهم بذلك من علم. إنهم إلا يظنون. يبقى لو وقعنا في كل هذه البلايا الظلم والأوهام تركنا الحق المنزل من الحق ولجأنا إلى الظلم والأوهام. وقالوا إنهم إلا ظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم قالوا ما كان حجتهم. ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. خلي بالك دول اللي أوغلوا في الكفر طلب هذا الطلب. عايز لنا في إحياء بعد متى؟ طب أحل أبونا أمنا. وأجدنا حتى من طلبوها منهم الأنبياء وأنجز الله لهم هذا الوعد كفروا بعد. كفروا بعد. ورب العباد أعطى النص أن الناس يعني الآية التي مست في الكون تكفي. مثل هذه الآية وخلق الله السماوات والأرض بالحق. كم الآية في السماوات والأرض؟ كل ده ليس الآيات. مليارات الآيات. لا تكفر في الإيمان بالله. عايزين آية خاصة. آية خاصة عشان نشوف نفسي. آية خاصة يحيينا أبوي يحيينا جدي. وحدث والنبي أحيى له بفضل الله. يعني أذن الله يحيي له حتى تكون بعد زمايدة له. ولما أحيى له من مات كفروا. والمسيح فعل هذا. ورب العباد نصص ان كل من طلب اي خاصه لو حدثت وكفر بعدها فدع عذاب انكى عذاب انكى عذاب. الحوارين امن لكن طلب اي خاصه رغم ايمانه انزل اي مائده من السماء. قال اتقوا الله. قال نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا وكل عين شديد. دعا المسيح ربه ونزل الآية. رب العباد لما أنزلها قال إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أحذبه أحدا من العالمين. إن توعد بهذا أهل الإيمان لما طلب أي خاصة فكيف بالكافر؟ إذا طلب هذه الآية. وده اللي جعل رب العباد سبحانه وتعالى يوقف إرسال الآية الخاصة لأن في الكون ما في ملاد. قال تعالى ومن عنا أن نرسل الآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلوا بها. في بعد ناقة زي مصانع آية ناقة لما طلبها منه دعا ربه انجبل نفسه اتفتق وطلعت ناقة ضخمة جدا ليس لها مثيل على وجه الأرض. ناقة واحدة حليب يوم منها يكفي ثمود بكاملها يومين. مش الناقة تطلع 4-5 كيلو. لا ده بتدر لبن
يأكل الدولة بحالها يومين. عايزين أشد من هذه؟ شربوا لبنها وشربوا وانتفعوا بخيرها ورأوها أمام عينها وكفروا وقد ذبحوه. إذا بعث أشقاها أشقى القوم فقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها امنعوه. قالوا تسموه يذبح نحرها ناقة الله سقياها. احذروا إنكم تمسون. فكذبوه فعقروها فدمدم عليه ربهم بذنب مسواه. اخذتهم الصحيح وبدوا بالكامل كلهم بالكامل. اذا ندمت واذا تتلى عن ايات وبينات ما كان حجتهم الا واعتبروا حجه به الا ان قالوا ائت بابائنا ان كنتم صادقين. يا سلام دي الحجه هنجيب اباكم. طيب خليكم زي اباكم. والنافل واحد منا هيفلت هينجو من لقاء الله ابدا يا اخويا. الى ان قال ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون. واي خسران اعظم من انه يخسر مصيره للابد. رب العباد يقول قل ان الخاسرين حقيقي الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. اللي مات على الكفر ده وضيع زوجته وعياله واهله اي خسران اعظم من ان يجد نفسه هو وزوجته واولاده واحبابه في نار جهنم. في نار جهنم يومئذ يخسر القلوب وترى كل امه جاثيه. من شدة الخوف مش واحد يقوى أن يقف فيجسو من شدة الخوف والعذاب على ركبه. في مشهد مهيب ترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى لكتابها قاعد جاثي على ركبته منتظر الكتاب. مشهد مهيب يوم القيامة لحظة تطير الصحف الناس المؤمن واقف يستلم كتابه مين وفرحان موت لما استلمه يصرخ في الناس ها قوموا اقرأوا كتابي قوم اتفرجوا اسمعوا شوفوا اني ظننت اي ايقنت اني ملاق حسابي فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه خطفها دنيا كل الشرب هنيئا من سلفة خالي. التاني مرعوب موت فمن شده الرعب يلسوا على ركبه والكتاب هتطير ينزل اليه مش هيجي له على ايده اليمين لا ده يجي له على ظهره وإيده اليمين تشال ما استطاعش يحركها فاضطر رغم أنف اللي خلفوها ياخد بشماله. لذلك الآن جاءت مرة وما أما موت كتابه وراء ظهر الثاني قال وأما موت كتابه بشماله لما أخذ الكتاب يصر يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. يا ليت ربنا عذابنا خلاص طيب يبقى الأدام. الإنسان اللي يعشق الحياة يتمنى الموت ولا يجده. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فين الجهل السلطان؟ هلك عني سلطانية. عندها نداء الله يعلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. عرض السلسلة تقدر عرضه 70 ذراع 40 متر 40 متر يعني عمارة 15 دور ده عرض السلسلة بس تحط فين؟ ها؟ في رقبته. ليه؟ رقبته مش بعدي. كل خلايا جسمه اللي ماتت في عمره هترجع له. كل اثار تقصر ترجع له. كل شعر تقصر ترجع له. لغايه ما يبقى مش عجز. لو قلت ليس تبقى انت ظلمت المجنون. لا النبي يصف يقول يعظم اهل النار حتى ان ما بين شحمه اذن احد وعاتقه مسيره 70 يوم. عرض رقبته
مسيرة طول طول تحت مسيرة 70 يوم، وحتى إن غذ الجد أحدهم سوق الجد مسيرة 3 أيام، وحتى إن درس أحدهم مثل جبل أحد وزاد مسلم في رويته، وحتى إن مقعدة أحدهم مثل ما بين مكة المدينة، عرض مقعدهم تحت 500 خيل. وصلت لما تبعت عرض 70 مسيرة 70 يوم، هتربط فيها السلسلة كلها 40 ذراع دي حاجة 40 متر، 70 ذراع هتنبت فرق. إذا ندرك معاني خطيرة جدا جدا جدا، يومئذ يخسر القرون وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى لكتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم الحق. كل الحقائق اللي غفلت عنها سطرت، كل المراغات اللي رغت سبحته سجلت، خطرات نفسك سجلت، ذلات قلبك سجلت، أقوالك وأفعالك سجلت. وعن هذا كل سبب أأسف أن تطلق نفسك من السورة، لكن أكتفي بهذا وأسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافيكم من هذا البلاء. اللهم ارفع عنا العذاب من المؤمنين، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ما أبقيت، اللهم ارحمنا ولا ذنب لنا في المسائل ترك المعاصي ما أبقيت، وارحمنا أن نتكلف ما يعنينا، اللهم ارزقنا حسن النظر فيما ابتدعنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ما أبقيت، وارحمنا أن نتكلف ما يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما رضيت عنا. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، نسالك شكر النعمه وحسن عبادتك، نسالك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسالك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت القول فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا والماء البارد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم كما أقررت علم أهل الدنيا من اليوم، اللهم اقرب أهلنا من طاعتك. اللهم اجعل جمعنا محبوبا وتفرقا من بعد معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجه الا كرمته الا قضيته ويسرته، برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واستغفر الله لي ولكم، واعتذر عن اي خطا وقع مني خلال هذه الرحلة، سامحوني واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السفر لي ان شاء الله تعالى، ونراكم على خير ان شاء الله تعالى، نودعكم ونحن مشتاقون، ونفارقكم ونحن متاسفون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.